بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرت الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. رویان فاطمت الزهران سلام اللہ علیہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني ناجل في بدني زوفا، فقلت له وجهك بالله يا أبت من الصعب، فقال يا فاطمة إتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسدت أنظر إليه، فإذا وجهه تلالا نورا كان البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فمن كانت إلا ساعة فإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راعية طيبة كأن راعية ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن أجدك النائم قاد الكساء. فأقبل الحسن نعم الكساء وقال السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا رسول الله، تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليه فما كانت إلا ساعة فإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني فسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راعية طيبة كان راعية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فأذن الحسين عليه السلام ونعم الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، وتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين، فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة فإذا بأبي الحسن علينا عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راعية طيبة كأنها راعية أخي وابن عمي رسول الله، فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فقال علي عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله، تأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك، فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نعم الكساء، وقلت السلام عليك يا أبتاه، يا السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك، فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال العلم يا ملائكتي والسكان سماواتي وعزتي وجلالي
إني ما خلقت السماء مبنية والأرض منعية ولا قمر منير ولا شمس مزيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكسار. وقال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أعطانا لي نعمة لا تعرف ليكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم فنسيت لك فبدل أمين جبريل وقال السلام عليك وقام أقلنا بالكساء. وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية والأرض منعية ولا قمر منير ولا شمس مزيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقزان لأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. وقال لهم إن الله عز وجل قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بلقب نبي واصطفاني برسالة نجي ما سكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بلقب نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ففي مهموم إلا وفرج اللهم ولا مغموم إلا وكشف اللهم ولا تعلم حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المعمود وبحق أهلين وأنت العالم وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام.